انا عمري ما قلت باللي تظلمت في برنامج عرب ايدل، بالعكس انا دائما كنقول راه جاب النصيب اللي كتبوا لي الله، وراه جاب المرحله اللي وصلت ليها، وبالعكس وصلت المرحله اللي بزاف الناس كانوا كيتمناوها. يكفيني شرف اني كنت المغربيه الوحيده في البرنامج، ويكفيني شرف انه وقفوا لي فنانين كبار مثل الفنانه احلام، ولقيت واحد الصدى طيب في المغرب. بالعكس تجربه عرب ايدل عمري ما شفتها ظلم، وشي حاجه بالعكس اللي ضافت لي في مسيرتي وفتحت لي ابواب كبيره. غنقول واحد الفنان اللي تلاقيت به، ولكن كنت كنتمنى انه يعني يكون يجري بيناتنا واحد الحديث، واخا غير قصير باش نعبر لي على شحال فريمون الفن ديالو كيعجبني بزاف، هو الفنان كاظم ساهر اللي انا من عشاقه. وبقى في الحال بزاف انه ما كانش هذا العام في ذا فويس، كنت كنفرح ودائما من المشجعات ديال الفريق ديالو. ففنان كاظم ساهر كان عشق الفن ديالو، وكنتمنى شي نهار يحالفني الحظ بحال نجاة الرجبي ونغني معاه في شي سهره. لا لا لا، باش نكون في لجنه التحكيم ما كنظنش انه انا مخول لهاد المسؤوليه. ثاني حاجه انا كنشوف راسي باقي بزاف عندي ما يتخدم، باقي عندي بزاف ما يتعطى، وما نبغيش ان نحكم على موهبه ديال حتى واحد كيغني حدايا، لانه بعض المرات كيكون الصوت زوين بزاف ومع لو تراك مع التعب مع العياء مع الدهشه ديال الكاميرا، يعني ذاك القوه ديال الصوت ديالو والحلاوه ديال الصوت ديالو بحال كتخبع. فما نبغيش نحكم على اصوات اللي قويه واللي مثلا فداك المرحله هذيك ولا فداك لو مومون هذاك خانها الصوت ديالها. لا ابدا لا ابدا، ما غامرتش باش حتى اغنيه عراقيه. حنا المغاربه كنأديو كاع اللهجات، وغير واحد الحاجه انه ليها ماشي قاعده ولا شي حاجه مفروضه علينا، انه اي حد خرج من برامج اكتشاف المواهب انه خصو يدير اغنيه مغربيه. شفنا ناس اللي تخرجوا من برامج وداروا اغاني مغربيه، وناس اخرين داروا اغاني بلهجات اخرى وباقيين ناجحين، وباقيين الناس المغاربه كلهم كيبغيوهم متابعين اخبارهم. انا اللي خلاني نحط الاغنيه العراقيه حاليا هو انه الاغنيه المغربيه باقي ما كملاتش، وميمكنش انا غنزيد نطول اكثر بلا ما نحط الجديد فني. ولكن راه دائما المغرب راه في الدم، واغاني المغربيه راه ما يمكنش نتخلاو عليها. كي دايره كوسه في الحياه الزوجيه؟ انا مثل كل زوجه مغربيه عايشه حياتي عادي، حتى انا كنقوم بواجباتي في البيت، يعني كنصايب الفطور والغداء والعشاء وعايشه حياتي عادي. يعني انا كنحس براسي فنانه يوم ما كنشد الميكرو، يعني ملي كنكون في الاستوديو، ملي كنكون بحال دابا في لقاء صحفي، ملي كنكون في على فوق خشبه المسرح، ابغ سا كنحس براسي بنت عاديه بحالي بحال كل فتاه مغربيه. كندير الحوايج دي تخيك كوتيديان عادي، ماشي كيدخل في القرارات، ولكن دائما كنتشاور معاه، لانه زوين انه تلقى شي حد اللي تشاور معاه في اختياراتك الفنيه. ماشي غير هو، كنتشاور مع الوالدين ديالي، مع خوتي، مع صحابي، لانه هما غيشوفوها بعين ناس كيسمعوا الموسيقى، ولكن زوجي فاهم في الموسيقى وعنده واحد لو باجاج في الموسيقى، فغيعطيني يمكن هو ملاحظات اكثر اونيفو ديال الصوت ديالي، اونيفو ديال التوزيع، اونيفو ديال الموسيقى اللي مخدمين بها. دونك ملاحظاته كتكون تكنيك اكثر من ما هي اغنيه زوينه عجبتني حنينه كتدخل الخاطر. وهو عاتبتها، ولكن عاتبتها وانا عارفه ومتيقنه انه عن خطا، لانه ما يمكنش شي حد مقرب ليك لهذيك الدرجه. وانا علاقتي باختي عبير علاقه، انت عارفه الاخوه، يعني اختك راه شي حاجه اللي كتكون بيناتكم قويه بزاف، ما غتبغيلهاش الضرر وما غتبغيلكش الضرر. الصوره تحطات بالغلط وفي ظرف 20 او 22 ثانيه تمسحات ولقيناها ديجا تخادت. الموقف قابلته بالصمت، لانه انا عارفه باللي ما دارش عن قصد، وفوالا. وكنظن انه بزاف ديال الناس تفهموا الموضوع، وبزاف ديال الناس عرفوا انه انا ما يمكنش اني غنحط صور بحال يعني بداك الحميميه اللي بيني وبين زوجي.
انا دائما كنشجعها، بالعكس كنشجعها ان تشارك في برنامج اللي يناسبها، يعني اللي يزيد يدفعها لقدام، واللي يزيد يخليها توصل لك الاحلام اللي باغيه توصل ليها. علاش لا؟ كنشوف انه عندها صوت زوين، ومازال هذا الصوت غادي يزيد يبان اكثر، يعني فوق ما الواحد كيكبر، فوق ما الواحد كيحفظ اغاني متعدده، مقامات من تغدا كيولي يغني عليهم، فصوته كيتطور حتى هو، وان شاء الله علاش لا نشوفها حتى هي تدخل في هذا المجال. النهار اللي هي غادي تبغي تدخل هذا المجال اكيد انا غنعاونها، يعني غادي نوجهها اكثر، غادي نوريها مثلا الناس اللي تتعامل معاهم. اللي كندير دابا انا هو انا مسندها في هذا المجال اللي هي فيه، اللي هو ديال الموضه والاشهارات، وهذا انا مسندها بزاف. دائما كنشوف معاها مثلا اللي ما خليت تخدم معاهم، نشوف معاها داكشي اللي غادي دير، اللي فريمون غيزيد لها شي حاجه للقدام. والنهار اللي غتبغي تدخل المجال بالعكس غنساعدها. انا لحد الان شو كنقولها، ولا مثلا تحفظ واحد الاغاني معينه ديال ام كلثوم ديال هذا، باش صوتها يزيد يتطور. هادشي اللي في هذه الساعات. تابعوني دائما على لالا مولاتي، كل جديدي وكل اخباري الفنيه والشخصيه، وانا فريمون كنتبع لالا مولاتي وكتعجبني بزاف. غو بيزو. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.